مرحبا وأهلا وسهلا بالكل بدرس جديد من دروسك الألمانية على قناة لوجيكات. هيدا الدرس العاشر، للي ما لحق دروسنا قبل بتلاقوها بصندوق الوصف تحت وبحرف I من فوق. بالدرس اللي قبل هيدا والقبله حكينا عن أكوزاتيف وداتيف اللي هن حالات أعراب أسماء بالألماني، وحكينا كمان عن البريبوزيسيونن أو إذا بدنا أحرف الجر اللي بترافقون. هلأ إضافة لهالأحرف عنا أحرف جر بتكون أو مع أكوزاتيف أو مع داتيف، رح فسر كيف بس قبل رح حددن. عن تعني بالقرب من ولكن دقين بعض، يعني ملزق بالغرض اللي حده. أوف تعني على وكمان ملزق بالفوق. إن تعني في. هينتا تعني خلف. نابن تعني كمان بالقرب من، بس هون ما في تلزيق، قريب منه مش حده بلزقه. أوبا تعني فوق أو أعلى ولكن لا يلامس، مش مثل أوف. فو تعني أمام عكس هينتر طبعا. و تفيشن تفيشن تعني ما بين، هي بتيجي مع غرضين قبل وبعد. هلا اي متى اكوزاتيف اي متى داتيف؟ لما عنا حركة تغيير مكان بنستعمل اكوزاتيف. مثلا رح أقول أنا ich stelle den Kugelschreiber auf den Tisch. أنا أضع القلم الحبر على الطاولة. Ich stelle den Kugelschreiber auf den بنون Tisch. بعد ما صار القلم على الطاولة في يقول der Kugelschreiber ist auf dem Tisch. قلم الحبر هو على الطاولة، لأنه بس ما في حركة نستعمل داتيف، لكن أكوزاتيف في حركة في تغيير مكان، داتيف في ثبوت. في عنا فيديو تاني بشرح الموضوع، رح حط لينك عليه، وفي كذا فيديو. هيدا كان درس اليوم، بتمنى تشتركوا بالقناة، تتابعونا فيسبوك تويتر. إذا عجبكم اللي عم نعمله، إذا حابين نعمل دروس تانية طبخ ولغة وغيرها، دعمونا باتريون اللينك تحت، وبشوفكم قريباً.